هنتكلم النهاردة عن موضوع مهم جدا اسمه intersection. intersection يعني ايه؟ intersection بالعربي يعني تقاطع. يعني ايه تقاطع؟ ممكن مثلا في رسمة زي اللي انتوا شايفينها دي او في رسمة دي واضحة ايه؟ انت شايف من عندك فتحة شكلها ايه؟ دائري صح؟ طيب لو بصينا من الناحية التانية كده هتلاقي فتحة شكلها ايه؟ مربع. الفتحتين دول متقاطعتين مع بعض ولا لا؟ يبقى في بينهم وبين بعض حاجة اسمها intersection. فهمنا؟ هيفرق معانا في ايه هنشوف بعد شوية. طيب المثال ده تخيل بقى ان في النص التاني ها؟ انت شايف من هنا ايه؟ لا انت مش شايف انت. اللي هنا شايفين ايه؟ صح؟ لما تكمل بقى النص التاني تبقى دي ايه؟ دايرة صح؟ ومن هنا برضو دايرة صح؟ فتحة دائرية هنا وفتحة دائرية هنا. دي طبعا صغيرة شوية ودي ايه؟ ودي كبيرة. خلاص؟ احنا الهدف من المحاضرة ان احنا نتعلم نرسم الانترسكشن عامل ازاي؟ يعني الطبيعي خلينا كده من دي لو انا عايز ارسم الحالة دي هقول ادي مثلا الفرونت وفي هنا دايرة والسايد كده وفي عن نفس المحور كده الدايرة الثانية اللي هي ايه؟ الكبيرة. طيب الدايرة الكبيرة فين هنا؟ هيدن اللي هي دي صح؟ وادي الخط اللي تحت اهو. طب الدايرة الصغيرة دي فين هنا؟ اهي بس طبعا لان ده هوا فمش هيبان هيدن في الهوا هنا صح؟ ونمشي برضو مع دي كده اهي. المسقطين دول هل فيهم اي مشكلة؟ لا مفهومش مشكلة سهلين قوي. المشكلة كلها في المسقط التالت. يبقى المسقط اللي فيه دايرة مفهوش مشكلة. المسقط ده برضو فيه دايرة مفهوش مشكلة. المسقط التالت اللي هو في الحالات التوب الدايرة الصغيرة دي او الفتحة الاسطوانية الصغيرة دي هنا تبان عاملة ازاي؟ تبان هيدن كده صح؟ والفتحة الاسطوانية دي لو نزلتها كده وبعدين جبتها هنا هتطلع عاملة ازاي؟ تطلع عاملة كده. هل الرسمة اللي انا رسمها دي صح ولا غلط؟ في هنا المنطقة دي حصل فيها تقاطع بين الايه؟ الفتحتين صح كده؟ شكلها يكون عامل ازاي؟ هو ده موضوع المحاضرة. فهمنا يا شباب؟ طيب لو بصينا على دي تاني ادي الفتحة الاسطوانية الكبيرة صح؟ العمود عليها كده الفتحة الاسطوانية الايه؟ الصغيرة ايه؟ كأن المنظر اللي انت شايفه ده هو الفرونت. لو بصيت كده اشوف ايه؟ السايد. طيب نرجعها تاني علشان نشوف التوب. ركز معايا بقى في التوب. اهو. ايه رأيك؟ هل الخط ده كامل كده؟ لا ولا الخط ده فيه كيرفتشر كده؟ صح؟ هو الكيرف ده بقى احنا هنرسم الكيرف ده ازاي؟ منطقة التقاطع بين الفتحتين دول نرسمها عاملة ازاي؟ شفت هنا شكلها عامل ازاي؟ طيب تعالوا ناخد المثال التاني. الفتحة دي مربعة صح؟ فممكن نقول اهي ده كده الفرونت هيبان فيه المربع. السايد هيبان كده هيبان فيه الفتحة اللي هي ايه؟ الدائرية. طيب نرجع تاني للفرونت ونشيل النص ده علشان نشوف كويس وننزل كده. التقاطع بقى اللي بين الفتحتين، هل الخط ده مكمل كده للاخر؟ لا، انت شايف الخط ده لغايه هنا ولغايه هنا، وبعدين الخط اللي في منطقه التقاطع دي نازل من هنا لتحت شويه واللي شبهه هنا طالع ايه؟ طالع لفوق شويه. طيب يترسموا ازاي؟ برضه ده موضوع المحاضره، فهمنا؟ يبقى موضوع المحاضره هو عباره عن رسم منطقه التقاطع بين فتحتين. هندرس الاول ان الفتحتين دائريتين بالوضع ده وبعدين هنشوف لو واحدة فيهم كان شكلها مربع او لو الاتنين ايه مربعين نعملها ازاي. فهمنا كده الفكرة؟ طيب قبل ما نشرح موضوع الانترسكشن لازم نفهم الاول الاسطوانة معناها ايه وبعدين ناخد الايه الجزء بتاع الانترسكشن. خلاص؟ اي اسطوانة في الدنيا هي جت منين؟ جت من حاجة اسمها
سنتر لاين او اللي هو المحور، وحاجه تانية اسمها ايه؟ راسم. الراسم ده في حاله انه موازي للمحور ولف حواليه لفه كامله هيعمل سطح ايه؟ اسطواني، صح؟ لو كان مايل عليه كده ولف حواليه لفه كامله هيعمل ايه؟ هيعمل كون او هيعمل مخروط، فهمنا؟ يبقى حاله الاسطوانه ان في راسم لف لفه كامله حوالين ايه؟ حوالين المحور. ماشي كده يا شباب؟ طيب هنمسك الاسطوانه ونتكلم عليها ايه بشيء من التفصيل كده. الاسطوانه مسقطها كده يبان مستطيل بالشكل ده، صح؟ فين السنتر لاين؟ هو الخط اللي في النص ده. طيب مسقطها تحت عباره عن ايه؟ مسقطها هنا عباره عن ايه يا شباب؟ دايره، صح؟ دائره تقريبا من عند النقطه دي ومن عند النقطه دي، يعني ممكن نقول ايه انها عامله كده. ماشي؟ طيب فين الراسم؟ الراسم اللي هو الخط ده مكانه بيتغير، صح؟ فهنقول النقطه دي او الراسم وهو في الوضع ده مكانه فين تحت؟ النقطه دي، صح؟ ايوه. فالنقطه دي انا هسميها واحد. طيب والنقطه دي هنسميها اثنين، النقطة دي سميها ثلاثة، والنقطة دي هسميها أربعة. النقطة اثنين فين في الفرونت؟ خط كده في النص، صح؟ هرسمه على ده. النقطة ثلاثة فين؟ الخط اللي في اليمين اللي هو ده، يعني كأن الخط ده اللي هو واحد، الخط اللي في النص ده اثنين، الخط اللي في اليمين ده ثلاثة. طيب والنقطة أربعة فين هنا؟ اثنين. منطبقة على اثنين بس اللي هي من ورا، صح؟ يبقى دي الخط ده بيمثل اثنين وبيمثل كمان ايه؟ اربعة. فهمنا كده الوضع ده؟ طيب افرض بقى ان انا عايز امسك الاسطوانة دي وافردها. افردها ازاي؟ ادي اقول البداية بتاعتها اهي، وهفردها كده هتوصل لغاية طول معين، صح؟ هفترض ان انا قطعت الاسطوانه دي من عند نقطه واحد، كان بالظبط ايه معايا ورقه وفردتها. لما تفرد بقى الورقه دي هفترض ان الاسطوانه دي ارتفاعها من هنا لهنا اسمه اتش، يبقى ارتفاع المستطيل ده اسمه ايه؟ اتش. ده اتش، صح؟ طيب يلا قول لي بقى طول المستطيل ده هيساوي ايه؟ اتش تربيع. ده هنسميه ال. الدايرة دي قطرها اسمه دي. يلا مين يقول لي الطول ده بيساوي ايه؟ 2 ال باي 3 تربيع. 2 ال. ها؟ 2 باي 3 تربيع. طبعا اللي انتوا بتقولوه ده فضيحة، أنا هشيله من الفيديو. 2 باي تربيع. ماشي؟ ده محيط الدايرة. أيوه 2 باي تربيع. الدايرة دي لما هتفردها مش ده المحيط؟ صح؟ محيط الدايره بيساوي ايه؟ باي 4 برضه دي هشيلها في الفيديو. باي دي او 2 باي ار. طبعا احنا هنا قلنا بالدي، خلاص باي دي. فهمنا كده يا شباب؟ باي دي. يلا نرجع سؤال تاني بقى عشان ايه؟ ده اللي هيبقى في الفيديو. يبقى الارتفاع ده عباره عن ايه؟ اتش. الطول ده هيبقى عباره عن ايه؟ قطر الدايره. المحيط. محيط الدايره، صح؟ اللي هو بيساوي ايه؟ بيساوي باي دي او ايه؟ او 2 باي ار. ماشي كده يا شباب؟ طيب النقطة واحد أنا قلت هي البداية. طيب النقطة اثنين فين؟ في النص. يا راجل. دي برضه هنشيلها في الفيديو. هلا تتكلم طبعا. يلا دي النقطة واحد. هتكون أخيرة. إذا فتحناها هتكون أخيرة. طيب لو أنا قلت النقطة دي في النص. النقطة اللي في النص دي رقم كام؟ يلا شباب أنا قطعت مسكت من هنا وقطعت وفردت كده. يلا النقطة اللي في النص هتبقى رقم كام؟ 3 و4. مفيش حاجة اسمها 3 و4، هي نقطة واحدة بس. آخر كلام 3. يبقى النقطة دي 3. يبقى لو النقطة دي 1 يبقى النقطة دي 1 والنقطة دي إيه؟ 3، لأن 1 دي هفردها كده، صح؟
يبقى الطرفين هما واحد. طيب بين واحد وثلاثة هنا اللي هي نقطة اثنين صح؟ يبقى ده الراسم بتاع اثنين. نقطة أربعة فين؟ عند واحد اثنين واحد اثنين ثلاثة أربعة بعدها اهي. يبقى دي أربعة. يبقى أنا قسمت الدايرة هنا لكام جزء؟ أربعة صح؟ جزء الثاني الثالث الرابع. سهلة كده؟ يبقى أنا عملت إيه؟ عملت حاجة اسمها إفراد. السطح ده فردته. فهمنا كده يا شباب؟ طيب كأن بالظبط ماسورة ورحت أنا قطعتها من هنا ورحت إيه؟ فردها. أو لو أنا عايز أعمل الماسورة هجيب حتة صاج بالشكل ده وألفها هتجيب لي إيه؟ الماسورة دي. فهمنا يا شباب؟ طيب تعالوا بقى نزود عليها شوية تاني. افرض ان انا عايز ماسورتين، الماسورة الاولى عاملة كده والتانية عاملة كده. شفتوا الكلام ده في اي حتة قبل كده؟ ماسورة كده، ماسورة طالعة كده راكبة مع ماسورة تانية عاملة كده. شفتوها اكيد كتير صح؟ كل تقريبا خطوط التكييف والحاجات دي عاملة كده، ماسورة طالعة كده مع ماسورة تانية عاملة كده. فلو انت مسكت الماسورة دي لوحدها القاعدة اللي تحت عدلة اهي صح؟ انما اللي فوق عدلة ولا مايلة؟ مايلة. طيب افرض بقى ان انا عايز القاعدة اللي فوق دي مايلة كده. طبعا لو الزاوية دي كانت مثلا 60 هيبقى دي مايلة 30 ودي مايلة 30. فهمنا؟ الاثنين يبقوا ايه؟ متماسكين. طيب هقول ان دي عاملة كده. عاملة كده يعني ايه؟ يعني الخط او المساحة اللي فوق دي مش موجودة. الكلام ده هيبان هنا بقى ازاي؟ يعني كأني عايز اعرف شكل الورقة او شكل الصاجة اللي انا هقطعها والفها تديني ماسورة مايلة بايه؟ بالزاوية دي. ركز معايا. فين النقطة واحد؟ اهي. فين طول الرسم بتاعها؟ من هنا لغاية فين؟ ايوه لغاية هنا بس. صح؟ يبقى واحد هل هيبقى طوله ده كله؟ لا ده لغاية هنا بس. وبما ان احنا قلنا ان ده واحد وده واحد يبقى ايه؟ يبقى ده كده بس. الجزء اللي فوق ده موجود؟ لا ماشي كده يا شباب؟ طيب اثنين اهي فين؟ عند النقطة دي صح؟ نمشي كده فين اثنين؟ اهي يبقى اثنين اهي. ماشي؟ يلا ثلاثة صح مش ثلاثة اللي هو ده كله نفس الارتفاع بتاعه يبقى ثلاثة اهي. واضحة؟ أربعة أربعة اهي هي مع اثنين تمشي كده أربعة مع اثنين يبقى كأن بنمد دي كده ونجيب دي هنا. فهمنا؟ يبقى لو أنا وصلت النقط دي ببعض هيديني شكل معين. ممكن واحد يقول لي الشكل ده عبارة عن خط كده وخط كده صح؟ وممكن واحد يقول لي ده هي عبارة عن كيرف. يعني ايه الشكل بتاعها؟ علشان يبقى واضح لازم تكون عدد النقاط كتيرة. يعني انا لو قلت لك وصل لي الثلاث نقط دول ببعض ممكن واحد يقول خط مستقيم صح؟ طيب لو انا اديت لك نقط تاني واديتها لك عامله كده هل خط مستقيم؟ لا. يبقى علشان يبان لازم عدد ايه؟ اكتر من النقط. فهمنا كده الفكره؟ طيب انا عايز عدد نقط اكتر. تعالوا نرجع بقى لنفس الرسمه اللي عندي دي. عايز عدد نقط اكتر. تقول لي خلاص ما تقسمش لاربعه قسمها وليكن لثمانيه. يبقى كمان هيبقى في هنا ايه؟ هقسم بقى كده وكده. هنقول النقطة دي خمسة ستة سبعة تمانية. يلا شباب خمسة فين؟ هتقول لي خمسة وتمانية اهم موجودين هنا صح؟ يبقى الخط ده لو تلاحظ هو قريب من ده مش قريب من النص صح؟ يبقى النقطة دي عندها خمسة وتمانية. طيب ستة وسبعة موجودين هنا صح؟ يبقى النقطة دي هي اللي عندها ايه؟ ستة وسبعة.
طيب فين بقى 5 و6 و7 و8 هنا؟ طبعا واضح ان 1 2 بينهم كام؟ 5. يبقى بين 1 و2 هنا في كام؟ في 5. ففي هنا راسم تاني اسمه 5 وفي راسم تاني هنا اسمه 6 وهنا 7 وهنا 8. فهمنا؟ يلا بقى نجيبهم من هنا. من هنا 5 و8 يبقى دي 5 6 7 8. نمشي بقى كده اهو، جبت النقطة 5 والنقطة ايه؟ 8. يلا عايزين 6 و7 اهي، امشي كده جبت 6 وجبت ايه؟ 7. لما تيجي توصل بينهم هيطلع لك بشكل تقريبا عامل كده. يبقى انت لو جبت ورقة وقصتها بالشكل ده ولفتها هتجيب لك دايرة او هتجيب لك اسطوانة السطح بتاعها مايل بالظبط بالزاوية ايه اللي انت رسمتها هنا. هنا يبقى دي حاجة اسمها ايه؟ الافراد. احنا قدرنا نفرد دلوقتي طبعا انت ممكن بقى تعمل دي باي شكل. ممكن واحد يقول لي انا مش عايز دي خط مستقيم، انا عايزها كده. اعمل زي ما انت عايز، المهم هتقدر تجيب الرواسم اهي وتقدر تفرد بالطريقة دي وتجيب كل رسم من دول ارتفاعه كام وترسم الكيرف ده وتقطع عليه، هتطلع ايه الشكل اللي انت عايزه. فهمنا دي يا شباب؟ طيب كل اللي انا قلته ده هو مقدمة للتعامل مع الحالة دي. يلا نمسح بقى اللي احنا قلناه. فهمتوا يا شباب صح؟ طيب نمسح ده ونبدأ بقى نشتغل في موضوع الانترسكشن. ماشي، ممكن تنهي الفيديو ده ونبدأ واحد. يلا نتعلم بقى دلوقتي نرسم ايه؟ نرسم منطقة التقاطع اللي في الرسمة دي. شوف دي كأنها النص الثاني موجود. لو بصيت كده ده عبارة عن ايه؟ الفرونت اهو فيه الدايرة الصغيرة صح؟ وبعدين السايد باين فيه ايه؟ الدايرة الكبيرة. طيب قلنا الدايرة الكبيرة دي او الفتحة الكبيرة دي هنا باينة فين؟ من اعلى نقطة هنا، ونرسم الخط الايه؟ الهيدن ده للاخر والخط ده كده للاخر. طيب الدايرة الصغيرة او الفتحة الصغيرة دي فين هنا؟ هي برضو من اعلى نقطة كده، ومش كده ارسم ايه؟ هيدن. نفس الكلام برضو من هنا، وده مكمل للناحية التانية. ماشي كده يا شباب؟ طبعا بما ان دي اسطوانات فده ايه؟ في سنتر لاين هنا اهو، وهنا برضو كده سنتر لاين. ماشي؟ ممكن نرسم ده برضو ايه؟ سنتر لاين كده. المشكلة كلها فين بقى؟ في التوب، في المسطر. ركز بقى في المسطر. لو انا هرسم الدايرة الصغيرة هتطلع حاجة عاملة كده. هيدن ولا كونتينوس؟ هيدن صح؟ طيب احنا بدل ما هنرسمها هيدن وهتبقى الخطوط متقطعة كده ومش هتبان نقط التقاطع، هنعمل ايه؟ كأن هنقطع ونرمي بس النص اللي فوق ده وهشوف الخطوط دي. يبقى انا هرسمها عدلة وانت عارف انها ايه المفروض هيدن لان في نص تاني فوق، يعني هطلع شكل زي ده. مش احنا عندنا ده كده؟ عايز اطلع شكل زي ده. فالخط ده بدل ما ارسمه هيدن وانت مش هتشوفه نرسمه ايه؟ كونتينوس. فهمنا؟ يعني كان قطعت النص الايه؟ النص اللي فوق. خلاص يبقى احنا كده مقتنعين انها هيدن، بس احنا هنرسمها كده. يبقى ادي الخط ده كمان عامل ازاي كده. الدايرة الكبيرة طبعا لو انا نزلت بالخطين دول هنا وجيت بيهم هنا هيطلعوا ايه؟ هيطلعوا بالشكل ده. طيب انا هرسمها كاملة وبعدين هنقول ايه الخطأ اللي فيها. طيب واضح دي عاملة كده وبعدين دي كده صح؟ فالخط ده مش كده، الخط ده المفروض فيه ايه؟ في كيرف كده صح؟ والخط ده برضو ايه؟ المفروض في كيرف كده. هل الخط ده باين؟ لا لا صح؟ الخط ده انتهى هنا عند الكيرف ده. فالدايرة او الاسطوانة الكبيرة بتخليها ايه؟ فاضية كلها. خلاص كده؟ باقي لي بقى هنا ايه؟ الجزء بتاع الدايرة الصغيرة دي.
تعالوا نشوف الدائرة الصغيرة. هنفترض اني هتكلم على اربع نقط بس. وبعدين ممكن نزودهم لتمانية زي ما شفنا الحالة اللي فاتت. هناخد الخط ده كده. انا اعتبر ادي نقطة 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 نقطة. النقطة دي هسميها واحد. النقطة دي اتنين. دي تلاتة. دي اربعة. سهلة؟ واحد تحت هنا فين؟ هو الخط ده صح؟ طيب واثنين يبقى دي هنا واحد، اثنين في النص يبقى دي اثنين، ومعها كام؟ أربعة. ومعها أربعة يبقى دي اثنين وأربعة وثلاثة بالظبط. يبقى الخط ده المفروض طوله اللي هو الرسم واحد، وده اثنين وأربعة، وده ثلاثة صح؟ طيب واحد فين هنا؟ ركز معايا بقى، مش الدايرة دي هي عبارة عن الخط ده والخط ده؟ طيب طيب واحد فين؟ المركز نص في النص، يعني من هنا لهنا صح كده يا شباب؟ طيب يبقى ده ممكن نقول عليه هنا ايه؟ واحد. وهو كمان كام؟ ثلاثة. واحد وثلاثة. سهلة؟ طيب أربعة فين؟ يبقى ده خليها كده باللون ده أوضح. واحد وثلاثة من هنا لهنا. أربعة خط اللي فوق ده صح؟ واضح إن أربعة أطول ولا واحد وثلاثة؟ أربعة أطول. فهمنا؟ يبقى بان من هنا إن الرواسم كلها مش بنفس الطول. فهمتوا الفكرة؟ طيب اثنين فين هنا؟ اللي هو ده، يبقى ده كده اثنين. يبقى انا عرفت ان واحد بيبدا من هنا بس بينتهي فين مش عارف. اثنين واربعه يبدا من هنا بس ينتهي فين مش عارف، صح؟ برضه نفس الحكايه، ثلاثه من هنا ينتهي فين مش عارف. هعرف منين بقى؟ من المسقط الثاني. نمسك واحد بس فيهم. نمسك وليكن واحد. النقطه الاولى دي لو انا جيت اجيبها هنا، هنزل كده على الخط ال 45 وهمشي كده، هلاقيها هنا. يبقى دي النقطة الأولى جبتها صح؟ النهاية بتاعته بقى فين؟ أهي. لو أنا نزلت كده ومشيت كده هجيبها، اللي هي هتطلع فين؟ هتطلع هي. مش هي هي مع نهاية الدايرة دي؟ صح؟ نهاية الدايرة دي اللي هي الخط ده، يبقى هتطلع إيه؟ على نفس الخط ده. طيب تعالوا نروح للنقطة رقم، إحنا خلصنا كده واحد صح؟ تعال نروح لاثنين. فين اثنين؟ اهي. لو تلاحظ بقى النقطة دي على اليمين صح بعدها، يبقى هتيجي هنا على اليمين وتقطع تحت صح؟ لما تمشي كده هتيجي هنا. يبقى دي النقطة رقم كام؟ اثنين. وزيها بالظبط كام؟ أربعة. أربعة، لأنها نفس برضو الطول أهو صح؟ لو نزلت هتنزل على نفس النقطة، يبقى دي كمان اثنين وكام؟ وأربعة. يلا ثلاثة. ثلاثة نفس واحد، يعني لو نزلت هنا هتمشي كده هتلاقيها نفس واحد اهي. يبقى كده جبت كام نقطة؟ ثلاث نقط. ممكن واحد يقول لي الثلاث نقط دول أنا هوصل بينهم كده كده صح؟ نقدر نقول الرسمة بتاعته صح ولا غلط؟ لا، لازم نجيب عدد أكتر من النقاط زي ما شرحنا كده في الحالة دي، عدد أكتر من النقاط علشان إيه؟ نبين شكل الكيرف. احنا فاهمين ان شكل الكيرف هو من الرسمة دي، دي رسمة واقعية. هل ده خط؟ ولا في كيرف؟ كيرف صح؟ احنا عايزين نطلع بقى شكل الكيرف. نطلعه ازاي؟ ناخد عدد نقاط ايه؟ اكتر. يلا تعالوا نزود عدد نقاط تاني. هناخد كده وكده. يبقى خمسة ستة سبعة تمانية. فين هما لو مشيت كده بخمسة وستة؟ اهم صح؟ سبعة وثمانية اهي تحت ايه؟ تحت اربعة بحاجة بسيطة، ودي فوق هنا. فلما ننزل بقى علشان نجيب ادي ثمانية وخمسة هنا. خد بالك الخط ده عليه كام؟ خمسة وثمانية. والخط ده عليه ايه؟ ستة وسبعة. يلا بقى ناخدهم واحدة واحدة. الخط الافقي ده كان عليه سبعة وثمانية، والخط اللي تحت عليه كام؟ خمسة وستة صح؟ لا خمسة وستة. خمسة وثمانية ايوه ايوه في المسقط ده خمسة مع ستة اهو صح؟ صح. طيب
مش هما نفس الطول نفس الاطوال صح؟ فلو نزلت من هنا اهو وهمشي كده هقطع النقط دي ايه؟ في نقطة هنا ونقطة هنا. عايز نقط اكتر قسم تاني اكتر. فهمنا الفكرة؟ وبعدين تروح موصل هتلاقي الشكل يطلع عامل ازاي؟ يطلع عامل كده. كيرف. انت بقى مطلوب منك ايه؟ هل مطلوب منك انك تقسم لعدد نقاط كمان اكتر من كده؟ لا، احنا عرفنا خلاص ان شكله هيطلع ايه؟ هيطلع كيرف بالشكل ده. صح؟ فيبقى الخلاصه ان انت لما تجيب الثلاث نقط اللي انت جبتهم ما توصلهمش خط مستقيم. وصلهم على هيئه ايه؟ كيرف. ممكن تستخدم بقى اي حاجه، الفرنش كيرف او الايه؟ او الفليكسبل كيرف اللي هي المرنه دي، وترسم بيها، او لو الرسمه صغيره ممكن تعملها بايدك كده ايه؟ بنظافه. هنا نفس ده هو ده ولا لا؟ برضه نفس الحكايه. هنا النقطه دي لو نزلت كده وجيت كده هتلاقيها جت هنا، تروح موصل دي بكده. الخط ده موجود؟ لا. لا، يبقى الخط ده نمسحه. يبقى انا كده قدرت ارسم الانترسكشن اللي بين الفتحتين اللي هما الدائريتين دول. ماشي كده يا شباب؟ المنظر اهو زي ما انتم شايفين كده، نزل كده عمل كده. خلاص عرفنا نرسم ايه؟ دول. سهلة؟ طيب ناخد بقى حالة تانية مختلفة اللي هي فتحة فيهم دائرية والتانية ايه؟ مربعة. ننهي الفيديو ده على كده ونبدأ التانية. نتعلم دلوقتي لو انت عندك فتحتين، واحدة منهم دائرية والتانية مربعة كده بالشكل ده. ماشي كده؟ احنا اتفقنا ان المسقط اللي بيبان في المربع ده عادي خالص. عادي خالص يعني ايه؟ الفتحة المربعة باينة زي ما هي، والفتحة التانية اللي هي الدائرية باينة هنا ايه؟ كده. لو هي أكبر منها كده تبقى هيدن ايه؟ بطول الخط. ماشي كده يا شباب؟ نفس الحكاية برضو، الفتحة دي المربعة هتبان هنا هيدن، بس لان هي الاصغر في الحاله دي فالمنطقه دي هي اللي ايه؟ هتبقى فاضيه. صح؟ فدي هتمشي كده. طبعا المفروض يكون في تماسك بقدر الامكان يعني. بصوا من الرسمه اللي قدامكم دي واضح ان مين اللي متداخل مع مين؟ شوف الفتحه المربعه هي الصغيره صح؟ ايوه هي اللي تحس انها دخلت في الفتحه الكبيره. ايوه هنا يبقى هي الفتحه الصغيره، الفتحه المربعه اللي هي كانت الصغيره اللي فاتت دي هي اللي انا بدور على التفاصيل بتاعتها. فهمنا؟ طبعا لو الاثنين زي بعض خلاص دي او دي ابدا من دي او دي. ماشي كده يا شباب؟ انما هنا واضح ان ايه؟ التداخل ده او الشكل المختلف ده بتاع مين؟ بتاع الفتحه المربعه. طيب يلا تعالى بقى نرسم المسقط ده. يبقى المسقط ده فيه مربع بترسم الخطوط عاليه خالص، مفيش فيه تقاطع بيبان. هنا برضو نفس الحكايه. المسقط ده مش هيبان فيه ولا دايره ولا مربع، فهو ده اللي هيكون فيه ايه؟ التقاطع. طب الدايره الكبيره بقى فين هنا؟ ادي ابعد نقطه وابعد نقطه صح؟ نزل هنا كده عامله كده. اعتقد ان الموضوع دلوقتي بقى مفهوم شويه، فهنسيب دي هيدن لاينز زي ما هي. ماشي كده؟ طيب الفتحه المربعه بقى فين؟ برضه نستفيد بالخط اللي هو ال 45 ده. الفتحه المربعه دي اهي صح؟ لو نزلت كده ونزلت كده وتمشي كده اهي من عند النقطه دي هنوقفها لغايه هنا ونشوف شكل التقاطع عامل ازاي. هل شكل التقاطع بقى ده؟ لا. لا. أكيد لا. ليه أكيد لا؟ لأن الخط ده غير الخط ده غير الخط ده. صح؟ أنا لما رسمت ده رسمته منين؟ رسمته من هنا. صح؟ هل المربع ده منتهي عند نفس المستوى ده؟ لا. لا. ده واضح إن هو داخل لجوه شوية. صح كده؟ شوف واصل لغاية فين؟ واصل لغاية هنا أهو. فيبقى هنا المربع ده مش الخطين دول بيمثلوا المربع فتح المربع صح؟ يبقى هم ممدودين جوه شويه. جوه بقى قد ايه؟
الموضوع هنا بسيط خالص. تعال نمسك اي نقطة وليكن النقطة خليها نقول دي واحد دي اثنين ثلاثة اربعة. شفت بقسم على الايه؟ على الشكل اللي هو باين الى المربع قسم على ده. يلا واحد واثنين لو مشيت هنا تلاقي الخط ده عبارة عن ايه؟ واحد واثنين. طيب ثلاثة واربعة صح؟ يبقى الخط ده بيمثل ايه؟ ثلاثة واربعة. طيب فين بقى واحد واثنين وثلاثة واربعة هنا؟ انزل كده بواحد هتلاقيها تاخد معاها اربعة صح؟ يبقى دي واحد واربعة. هنا اثنين هتاخد معاها ثلاثة يبقى دي اثنين وثلاثة. صح كده يا شباب؟ تعالى نمسك واحد فيهم بس ولكن الخط رقم واحد. رقم واحد بدايته فين؟ اهي اللي هي دي صح؟ اللي تحت دي؟ طيب نهايته بقى فين؟ هنا. يبقى لما تنزل هل نهايته هنا؟ لا ده نهايته هنا، يبقى ده يكمل كده. طالما كمل كده يبقى ده مش هيبان. يبقى شفت الخط واحد راح لغايه هنا. طبعا الناحيه الثانيه برضو ايه؟ شبهها يعني دي المفروض متماثله فهننزل كده واحد هتوصل لغايه هنا. يبقى الخط ده كده مش هيبان. طيب تعالى نشوف اثنين. واحد هو مع اثنين صح؟ اثنين فين اهو صح؟ يبقى واحد برضو ايه؟ يبقى اثنين هتكمل لغايه هنا. فهمنا؟ ثلاثة وأربعة، ثلاثة وأربعة هينزلوا كده، أدي ثلاثة ولا أربعة، صح؟ يبقى الخط هيبقى عامل إزاي؟ يبقى عامل كده. وده نفس الكلام يبقى عامل كده. فأنا خلاص طالما فهمت الفكرة، مش هرسم بقى كل مرة الكلام ده وأقعد أقسم، صح؟ أنا مجرد إن الخط ده عملته كده اللي هو بتاع الدايرة، المربع هقول لا المربع هيمتد لجوه شوية لغاية هنا. لو أنا جيت أتقل على الخطوط بس علشان نشوفها، هي طبعًا لو انا مش قاطع بتبان الخطوط دي هيدن صح؟ تعالوا نتقل عليها. شايفين الشكل كده عامل ازاي؟ يبقى التداخل المربع مع الدايره طلع خط. فاكرين المره اللي فاتت لما كانت اسطوانتين مع بعض طلع ايه؟ طلع كيرف. الحاله اللي فاتت هي ادي اسطوانه اهي مع اسطوانه اهي، التقاطع اللي بينهم ايه؟ كيرف بالشكل ده صح؟ تعالى نشوف بقى لما كان فتحه مربعه مع فتحه ثانيه ايه؟ دائريه اللي هو المنظر ده، ادي المربعه اهي صح؟ ونيجي هنا كده دائريه. لما نيجي بقى نشوف الطب، شوف شايفين الخط جه فين؟ اللي هو الخط ده. يبقى لما تكون فتحه مربعه مع فتحه دائريه التقاطع هيكون على هيئه ايه؟ خط عدل ستريت لاين. ماشي كده يا شباب؟ يبقى اتعلمنا دلوقتي ازاي نرسم تقاطع فتحه اسطوانيه مع فتحه اسطوانيه او فتحه دائريه مع فتحه دائريه صح؟ وفتحه دائريه مع ايه؟ مع فتحه مربعه. تقدر انت بقى ترسم مربعه مع مربعه؟ موضوع ايوه ما شاء الله عليك. انتوا كده ابتديتوا ايه؟ طالما قلت بسيطه يبقى انت ابتديت تحس بالشكل عامل ازاي. هيكون متماثل. لو كانت دي مربعه وكانت دي مربعه هيبقى الشكل ايه؟ مفيش هو ده دخل لجوه ليه؟ الخط ده دخل لجوه هنا ليه؟ لان في هنا الدوران ده خلى المسافه هنا غير المسافه هنا غير المسافه هنا صح؟ فالخط ده اتنقل لجوه. انما لو كانت الفتحه دي مربعه نفس الشيء نفس المسافات هي، فالخط ده هيبقى ايه؟ هيبقى خط كامل. فهمنا؟ وده برضه هيبقى ايه؟ هيبقى خط كامل لو كانت الفتحتين ايه؟ مربعتين. فهمنا كده يا شباب؟ طيب اي اسئله في موضوع التقاطع؟ طيب شكرا.